دلوقتي تعالوا نتابع أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة. عندنا ماتشات الجولة ال13 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، ربما هتشهد عدد كبير من المباريات. خلينا نتابع هذا التقرير ونرجع مرتب لحضراتكم. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فمجمع البحوث الإسلامية هينظم الندوة الشهرية الرابعة حول النهوض باللغة العربية ودعم الهوية الوطنية. النهاردة هتقيم دار الأوبرا المصرية ندوة عن فارس الأغنية مرسي جميل عزيز، وده ضمن فعاليات النشاط الفكري والثقافي لدار الأوبرا. الندوة هتتناول مشوار الراحل الكبير مرسي جميل عزيز والمحطات المضيئة في رحلته الفنية وأهم أعماله اللي تعاون خلالها مع كبار المطربين والملحنين. بالنسبة لماتشات الدوري المصري النهاردة، في 4 مباريات قوية في إطار الجولة 13 من عمر المسابقة. هيلتقي الداخلية مع البنك الأهلي الساعة 3:15، وفي نفس التوقيت بيلتقي سموحة مع طلائع الجيش، وفي 7 مساء هيلتقي كل من فيوتشر مع بيراميدز والزمالك مع الاتحاد السكندري.